هذا الملتقى الدولي هو ملتقى تنظمه بشكل دوري من طرف لافينيب، واللي هو القاعدة الأساسية دياله هو الحوار حول موضوع الاستدامة، استدامة ديال الموارد البحرية، ولكن أيضا الاستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وهذا كيدخل في إطار التزام الجامعة الوطنية فينيب بتوجيهات الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وذلك لجعل القطاع ديال تثمين منتوجات البحر قطاع محوري لا سيما فيما يخص الاقتصاد الأزرق، ولا سيما فيما يخص الجهات الجنوبية للمملكة ديالنا الكريمة اللي كتزخر بثروات مهمة، واللي مسؤوليتنا جميعا أننا نحافظ على هذه الثروات ونشوفوا الإمكانيات التي تتاح على مستوى النظام الاقتصادي وعلى مستوى المحافظة على هذه البيئة البحرية وعلى الأسماك لكي نرقب هذا القطاع إلى أسماء المراتب. وشكرا. هذه الصناعة ديال التحويل وتثمين منتوجات البحر كتمثل حوالي 2.3% من الناتج الوطني الخام، وكتصدر 8% من الصادرات العامة للمغرب و 35% من الصادرات الغذائية للبلد، وهي صناعة متواجدة عبر تقريبا 140 دولة عبر العالم، حيث أن 85% ديال المنتوج كيتصدر إلى الخارج، وعندنا منتوجات بحرية كيتسخر بها المغرب معروف بها على الصعيد العالمي ومحبوبة على الصعيد العالمي لا سيما عند الجيران الأوروبيين، وكذلك في أفريقيا وفي جميع قارات العالم، أمريكا وآسيا وجميع العالم. والهدف ديال الجامعة من هذا الملتقى أيضا هو أنها تكون قاطرة ديال التواصل بين جميع الفاعلين في القطاع، لأن اليد وحدة ما كتصفقش، فجميعا خصنا نخدمه في إطار أننا نرقوا بهذا القطاع باش ما نوقعوش في أننا نستنزفوا ثرواتنا السمكية وثروات البحرية للأجيال الصاعدة. وكنتمنى النجاح لهذا الملتقى اللي فيه أكثر من 40 خبير من جميع الدول لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، من الإسبان، من السنغال، الكوت ديفوار، موريتانيا، تونس الشقيقة، مجموعة من الدول اللي حاضرين معنا اليوم باش نتبادلوا الخبرات ونرقوا بهذا القطاع إلى الأمام في إطار استدامة عالمية وليس فقط جهوية وفي المغرب فقط. شاركة المغرب لمؤسسة المغرب الأزرق اليوم في فعالية المنتدى الدولي للصناعة السمكية يعني التفاتة من الجهة المنظمة بدعوة المؤسسة لحضور هذه الفعالية والمشاركة من خلال عرض المبادرات والمنتوجات اللي دابت على تنظيم المؤسسة منذ أكثر من 10 سنوات. الجامعة الوطنية للتثمين وصناعة السمك الجهة المنظمة أنها يعني شارك استراتيجي مؤسسة المغرب الأزرق في عديد من المبادرات، وهذا اللقاء هذا يعني نعتبره جد مهم كي يشاركوا فيه مجموعة من الصناعيين من المغرب وكذلك بعض المؤطرين والخبراء في مجال الصناعة السمكية وفي المناخ وفي قضايا يعني التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق. بالنسبة لمؤسسة المغرب الأزرق منذ تأسيس ديالها في 2012 دأبت على مواكبة القطاع عن قرب من خلال وضع الأرضية لمجموعة من الآليات على مستوى الإعلام، على مستوى التواصل والتحسيس، وكذلك إعداد مجموعة من البرامج وتصميمها لجميع الشرائح من الأطفال، من المهنيين، من يعني المواطن العادي، من سلاسل القيمة، كذلك كفئة مستهدفة في البرامج ديالنا.